مرصد الأحداث، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة نكرس الحديث فيها عن أسرى الحرب، جرائم حوثية تفوق مثيلاتها من التنظيمات الإرهابية. نفذت ميليشيا الحوثي الإنقلابية إعدامات ميدانية بحياة عدد من أسرى الحرب من الجيش الوطني، ممن شملت أسماءهم قوائم تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها في سويسرا أواخر سبتمبر الفائت. وعلاوة على جريمة ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالقتل بحق الأسرى والتي تعد جريمة حرب وفقا للقانون الإنساني والدولي، ارتكبت ميليشيا الحوثي الإنقلابية جرائم ضد الإنسانية وأيضا انتهاكات وتعذيب بحق الأسرى وكذلك التمثيل في جثثهم. عشرة من أسر الحرب في الجيش الوطني ممن كانوا مشمولين في قوائم تبادل الأسرى المتفق عليها مؤخرا في سويسرا في سبتمبر الماضي عادوا إلى ذويهم جثثا مشوهة عليها آثار حرق وتعذيب وصعق كهربائي. تقرير نشره موقع صحيفة الثورة الرسمية وثق لعشر حالات إعدام اشترمتها ميليشيا الحوثي بأسرى حرب من الجيش الوطني وفي نكث صارخ لاتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي. وخلال الفترة من مايو إلى أكتوبر من العام الحالي 2020 نكثت ميليشيا الحوثي باتفاق تبادل الأسرى وأعدمت أسرى من الجيش الوطني بأساليب وحشية فاقت جرائم التنظيمات المتطرفة في داعش والقاعدة وباكو حرام في إعدام أسار الحرب. واستخدمت ميليشيا الحوثي أنماطا جديدة في تعذيب الأسرى، منها التعذيب بمثقاب الدريل الكهربائي لنخر أجساد الأسرى وهم على قيد الحياة، بالإضافة إلى صب مادة الأسيد الكيميائية الحارقة على أجسادهم حتى تفحمها. كما قامت ميليشيا الحوثي بالتمثيل بجثث الأسرى وبتر أعضاء من أجسادهم مع جذع الأنوف واصطلام الآذان وبقر البطون وفقء العينين وقطع الألسن والشفاء وكسر الأيادي والسيقان. ووفقا لأهل الأسرى الذين تسلموا جثثهم فإن هذه الجريمة تعكس وحشية حوثية غير مسبوقة في عالم الجريمة الإرهابية وتاريخها، كما أنها تكشف عن تجرد الحوثيين بشكل تام من أي ذرة ضمير إنساني أو إحساس يعبر عن آدميتها. وعلى الرغم من وحشية الجرائم الحوثية بحق الأسرى وما تمثله من انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية المعنية بحماية أسرى الحرب ومعاملتهم بكامل آهليتهم المدنية، إلا أن الجريمة الحوثية تواجه بصمت دولي مريب. شكرا للزملاء الذين عدوا لنا هذا التقرير. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر سكايب المحامي عرفات حمرار رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. أسعد الله مساءك أستاذ عرفات. أستاذ عرفات أهلا بك وبالإخوة المشاهدين، أهلا ومرحبا بك، سعداء للانضمام معنا للحديث معك حول هذه الجريمة من القانون الدولي والإنساني. كيف تقرأ ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي الإنقلابية بقتل وتمثيل بجثث الأسرى، أسرى الحرب طبعا؟ طبعا أسرى الحرب لهم قوانين تنظم علاقتهم بمن أسرهم، أيضا تنظم حياتهم بشكل عام بعد الأسر. الأصل أن الأسير يعني يتمتع بعض الامتيازات، له حق في الرعاية الصحية إذا كان جريح أو يعاني من أي شيء، وله أيضا حق بالاتصال بالعالم الخارجي، له حق أيضا بمكان مناسب. أيضا للميليشيا أيضا الميليشيا الحوثية يجب أن تعامله بإنسانية ولا بأي، أيضا لا ترتكب بأي شيء يمس آدميته. لكن المشكلة أنها نحن هنا أمام ميليشيا حوثية خارج القانون عملت كل ما يجرمه القانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية ولا تتم بأي شيء من هذه كله،
أي معاملة الأسير سواء التعذيب أو القتل تحت التعذيب أو شيء يمس برمقه أو يمس إنسانيته هذا يعتبر جريمة حرب إذا استخدمت أثناء الحروب أثناء النزاعات المسلحة. الميليشيا الحوثية لا تكترث أيضا لهذه الأشياء وهي تتمادى لأنه لا يوجد هناك صوت يرتفع من قبل المنظمات الأممية ومن قبل أيضا المجتمع الدولي للإضغاط لهذا الاتجاه، رغم أن اليمن موقع كثير من الاتفاقيات التي تمس حقوق الإنسان. وأيضا الأصل أن هنا وهناك أيضا منظمات كثيرة تعمل في اليمن في هذا الجانب، تراقب أيضا حماية المدنيين وأيضا تراقب ما يخص حماية الأسرى بعد أسرهم، وهذه المنظمات لا تقول شيء. التعامل الناعم قبل المنظمات والمبعوث الأممي في حقوق الإنسان دعت الميليشيا الحوثية لارتكاب مزيد من هذه الجرائم بما يخص الأسر، بما يخص الاختطاف، بما يخص الأرهاب، بما يخص تهديد الأطفال، كل الجرائم التي حرمها القانون الدولي والقانون الإنساني. وسنظل نسمع كثيرا عن أن هذه الميليشيا الحوثية ترتكب مزيدا من الجرائم، مزيدا من الانتهاكات. يعني في الوقت الذي نحن نقوم بحوار من أجل تبادل المختطفين والأسرى، في هذا الوقت الميليشيا الحوثية أيضا قامت قبل أيام بقتل اثنان من المفروض أن يتم تبادله وسلموا جثة. هنا في يعني مشكلة كبيرة يرتكبها هذه الميليشيات الحوثية، والآن ترتكب يعني ما يقارب 10، ومن قبل اختطفت وقتلتهم، من قبل أخذت وسقطت البيضاء وقتلتهم، ومن قبل دعت للناشط الحقوقي أمين البدوي ولحل بعض المشاكل وأخذت ووضعت دروع بشرية. هذه الميليشيات ترتكب جرائم وحشية بحق الشعب اليمني، بحق المدنيين، وبحق أيضا الأسرى، وبحق الحياة في اليمن بكل أنواعها، من حصار إلى ارتكاب جرائم إلى ارتكاب انتهاكات. إذا ظل هذا الصوت الأممي والمجتمع الدولي صامت وناعم مع الميليشيا سنسمع كثير من هذه الجرائم. نعم سيد عرفات، يعني جريمتان، الأولى هي أن هؤلاء أسرى ضمن قوائم تبادل الأسرى والمختطفين، والجريمة الثانية هي القتل لأسرى الحرب وأيضا التنكيل بالجثث. في الأثناء هناك مساعي دولية لإطلاق جميع الأسرى والمختطفين دون قيد أو شرط، وميليشيا الحوثي الانقلابية تقدم على هذه الخطوة. برأيك ما هي الرسائل التي أرادت أن توصلها في المساعي التي تتحدث عن تبادل للأسرى دون قيد أو شرط؟ طبعا التبادل للأسرى والمختطفين بنيت على قاعدة الكل مقابل الكل، وهذا المبدأ الذي تم اتخاذه في جنيف وأيضا في محادثة السويد. ولكن للأسف الشديد إلى الآن الميليشيا الحوثية تتعنت ولم تبدأ إلا بالدفعة الأولى التي كانت 1181، لكنها أيضا تجاوزت القرار الأممي 2216 والذي ينص صراحة على إطلاق الأربعة الذي شمله القرار وأيضا كل المختطفين المدنيين. تجاوزت هذا القرار وبعلم ورعاية الأمم المتحدة، وهي الآن أيضا ماضية في أيضا التخلص من بعض الأسرى التي لا تريد أن تبادلهم، وهذا أيضا جريمة. يعني نحن اتفقنا من البداية على أن الكل مقابل الكل، تم حصر جميع الأسرى والمختطفين وعلى أساس أنه سيقوم بدفع، ولكن للأسف الشديد الحوثيون اليوم يرتكبون جرائم بحق هؤلاء الأسرى، وهؤلاء الأسرى هم من ضمن الأسماء الذي شملهم أيضا تبادل الأسرى. أين صوت اليوم المبعوث الأممي الذي رعى بالتحديد هذه المبادرة والحوار؟ أين صوت الصليب الأحمر الذي عمل جهدا طيبا وإيجابيا، لكن اليوم بحاجة إلى صوت آخر بحيث إدانة هذه الجريمة؟ الميليشيا الحوثية لا تتحدث الاتهام. الدفعة الثانية الأصل أنه سيتم إطلاق اثنين من الذين شملهم القرار، وأيضا سيتم إطلاق أيضا صحفيين من الذين أيضا هم أحكام إعدام. لكن بهذا التصرف يبدو أن الميليشيا الحوثية أوصلت رسالة إلى أنه ما كانوا يريدونه من أسماء لا
تم إطلاقه في الدفعة الأولى وبعد والدفعة الباقية لا يهمهم هذه الأسماء، وسترتكبون جرائم جديدة بحقهم، وستبدأ أيضا مشوار من الاختطافات الجديدة وأيضا قتل وتعذيب وتنكيل باقي المختطفين الأسرى، وهذا يخالف اتفاقية جنيف واتفاقية السويد وكل الاتفاقيات التي حاوروا من برعاية أممية. واليوم الذي يرعى هذه المبادلات ويرعى ملف الأسرى والمختطفين هو المبعوث الأممي شخصيا، والأصل أن يكون لديهم صوت المبعوث الأممي واضح في هذه الجريمة. نعم، سوف أعود بالتفصيل إلى دور الأممي والمنظمات، لكن تتحدث عن تجريم لقتل أسرى الحرب أو التنكيل بالجثث، هذا ينطبق بين دول متحاربة، لكن نحن نتحدث عن ميليشيا انقلابية ديدنها هو الإجرام، وهذا على الجماعات المتطرفة الأخرى التي تنتهج هذا النهج، وميليشيا الحوثي الانقلابية ليست ببعيد عنهم. كيف لهذا القانون الدولي أن يحاكم أو ربما يجرم تلك الميليشيات على هذه الأعمال؟ طبعا دعني أقول لك والأخوة المشاهدين أن هناك يعني بالقانون الدولي أن هناك فرص كثيرة لتجريم هؤلاء الميليشيا الحوثية ومحاكمة كبار منتهكي حقوق الإنسان. نحن اليوم حتى لو كان هناك صمت أممي، لكننا نحن اليوم لدينا الهيئة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان الذي أنشئت بقرار جمهوري، وهذه اللجنة هي التي تعمل على توثيق وتجريم وأيضا إحالة ملف كبار منتهكي حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره إلى إحالة إلى النائب العام، والذي يقوم بدوره أيضا إلى إحالة النيابات المختصة. وهذه الجرائم أيضا هي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أيضا أن تنتهي طال الزمان أو قرب. وأيضا ما يهم هو أن تقوم المنظمات المحلية أيضا بتوثيق هذه الجرائم ورصدها حسب المعايير الدولية من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا ومن أجل أيضا ملاحقة كبار منتهكي حقوق الإنسان. لدينا أيضا ناشطين كثيرين موجودون في أوروبا، وإذا أيضا وطأت قدم أحد هؤلاء المنتهكين لهم الحق في تقديم ادعاءات، والقوانين البريطانية وأوروبا أيضا تسمح لهم بتقديم هذه الانتهاكات والقبض على كبار منتهكي حقوق الإنسان. وأيضا مجلس الأمن نأمل أنه يحيل قضايا منتهكي حقوق الإنسان إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل أيضا نحصل على فرصة بتقديم هذه الملفات أمام هذه المحاكم، أو تقوم الحكومة اليمنية بالتوقيع على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية من أجل أن نكون طرف فيها، لأنه لسنا طرف فيها في هذه المحكمة حتى الآن. وما زلنا أيضا يعني نأمل من كثير من المنظمات الدولية أن تقوم أيضا بإيصال صوت هؤلاء الضحايا إلى العالم وإلى الضمير الإنساني العالمي. وهذه الجرائم كما قلنا لكم لن تسقط بالتقادم، ويجب توثيقها ورصدها حسب المعايير الدولية من أجل أن لا يفلتوا كبار منتهكي حقوق الإنسان. لنكن منطقيين أكثر سيد عرفات، بالنسبة لتلك الجرائم وملاحقتها دوليا، ربما لم نرى لملاحقة حقيقية لكل مرتكبي جرائم الحرب بشكل عام، خصوصا نتحدث عن ميليشيات، فما بالك بميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم؟ يعني من خلال الأمم المتحدة ومبعوثها نرى هناك ميول وكيل بمكيالين لتلك الميليشيا، وتتعامل كأنها طرف وليست كمنقلب أو ميليشيات، وهذا التعامل إلى أي حد أعطى لتلك الميليشيات الفرص يعني مزيد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني؟ طبعا طالما هناك سكوت حول هذه الجرائم الانتهاكات الميليشيات ترتكب مزيد، وحقيقة هناك تناغم بين ما يقوم به الميليشيا الحوثية وأيضا صمت الأمم المتحدة حول هذه الجرائم. كان هناك بعض الضوء الأخضر حول هذه الجرائم للأسف الشديد، خاصة أن كثير من المنظمات الأممية عملت بدل أن تعمل على توثيق هذه الجرائم وأيضا مراقبة
الوضع في اليمن، قامت أيضا بتمويل كثير من المشاريع وتسليمها إلى هذه الميليشيات الإرهابية. ما زال أيضا لدينا فرصة أن نطالب مجلس الأمن بإدراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية. سبق أن قدم حكومة اليمن مذكرة وخطاب إلى مجلس الأمن من أجل إدراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية، وحقيقة إذا صدر هذا القرار فسيكون قطعنا 50% من الشروط في تحقيق كثير من ملاحقات هؤلاء المجرمين، كونهم سيكونوا ضمن القائمة السوداء، وأيضا لا يحق لهم أن يكونوا طرف أو طرف متحاور كما هو الموجود الآن. ما يقوم به المبعوث الأممي والمنظمات الأممية هي أن تضع دائما هناك طرفان، طرف حكومي شرعي وطرف أيضا سلطة أمر واقع، وحقيقة هذه الميليشيات الإرهابية ليست الطرف، هي يعني مجموعة من الإرهابيين ارتكبوا الجرائم، من الأصل أن يكون مكانهم السجن وليس مكانهم الحوارات، لكن هي تعمل هكذا. وكثير من التقارير الأممية أيضا صدرت تضع الميليشيات الحوثية كسلطة أمر واقع وتضع الحكومة الشرعية كجماعات مسلحة، وتسوقها على أنها أيضا جماعات مسلحة وترتكب انتهاكات وجرائم، وهذا للأسف الشديد ما يحدث في 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 إدارة الملف في اليمن. لكنه مهما طال المسألة ومهما طال موضوع التعاطف أو المعاملة الناعمة مع هذه الميليشيات، ستظل هذه الميليشيات طالما هناك منظمات تعمل من أجل توثيق ورصد هذه الانتهاكات لن يفلتوا من العقاب، سواء في المحاكم المحلية أو بالمحاكم الدولية. حتى ولو قلنا أن المحاكم الدولية ربما لا تعمل شيء لهذه الميليشيات كما قلت، لأنهم أيضا لا يستطيعون أن يذهبوا إلى هذه الدول، ربما سيحاولون بعد الحرب أو سيحاولون أن يعني يهربوا إلى أماكن، لكنهم لن يستطيعوا أن يطأوا كثير من الدول بسبب خوفهم من الملاحقات الدولية. يظل الملف الحقوقي ملف لا يسقط بالتقادم، وطالما هناك توثيق ورصد أنا أقول لك أنه لن يفلت أحد، ولا بد من نيل جزاءهم سواء قصر الوقت أو طال، ولا يمكن أن يسقط حق يعني وراءه مطالب، طالما هناك يعني منظمات تحاول أن تحفظ حقوق هذه الضحايا، وطالما هناك أيضا ضحايا أو أسرهم يعملون على الحرص على توثيق هذه الجرائم. نعم، عرفت أيضا يعني هذا التناغم الذي وصفته بين المبعوث الأممي وميليشيا الحوثي الانقلابية، ألا يضع الأمم المتحدة في خانة الانتهاكات التي ترتكبها هذه الميليشيا؟ هذا السؤال لو سمحت. أتحدث عن التناغم الذي وصفته بين المبعوث الأممي وميليشيا الحوثي الانقلابية، هذا التناغم أليس أو يضع الأمم المتحدة في خانة الانتهاكات التي ترتكبها هذه الميليشيا؟ حقيقة أن الأمم المتحدة شكلت غطاء جيد من بعد الانقلاب، ابتداء من اتفاقية السلم والشراكة التي طلعت وضعت الميليشيا الحوثية كسلطة أمر واقع، وأيضا بأن منظمات الأمم المتحدة كلها يعني استخدمت كأدوات من أجل تغذية هذه الحرب وتغذية الحوثيين بشكل عام. فكل المنظمات الغذائية اللي تعنى بالغذاء وصلت كل المساعدات الغذائية إلى يد الحوثيين، استخدمها في الجبهات واستخدمها أيضا بيعها في السوق السوداء، وكذلك المساعدات الطبية استخدمها الحوثيون في معالجة الجرحى وأيضا في بيعها في السوق السوداء، وأيضا كل الانتهاكات التي ارتكبها مولت بطريقة أو أخرى. مثلا الألغام، استلم الحوثيون 16 مليون دولار مقابل نزع الألغام، لم ينزعوا شيء، وأيضا استلموا سيارات معيدة الدفع مقابل أيضا نزع الألغام، أيضا لم يزرعوا، بالعكس زادوا من زراعة هذه الألغام. هذا التناغم وهذه الغطاء وهذه الأدوات، الأمم المتحدة حقيقة بالبداية كنا عندما نطرح هذه
المشاكل والاخطاء التي تقوم بها الامم المتحده كانوا يقولون احنا نتكلم بكلام كثير وهذا الكلام غير صحيح. اليوم ادركت الامم المتحده ذلك، ادركت ايضا المجتمع الدولي ايضا الامم المتحده والمبعوثين الاممي لعبوا دور. المبعوث الاممي ايضا بدا يعمل على رعايه الاسرى المختطفين من اجل ان يذهب الى مجلس الامن الى المتحده ويقول لهم ان هناك تقدم، انه عمل شيء ايجابي. تخيل المبعوث الاممي الى الان لم يعمل اي شيء ايجابي سوى أنه رعى تبادل الأسرى والمختطفين لألف واحد ثمانين، وهذا أيضا التبادل كانت الصليب الأحمر قد عملت مبادرات كثيرة منذ سنتين، ولكن البرتغال في الأخير كانوا غير جادين في ذلك. أضف إلى ذلك أن الوساطات القبلية والوساطات المحلية عملت على إخراج أكثر من 7000 مختطف. يعني الموضوع لم تعمل الأمم المتحدة الكثير، هي 1000 وربما وساطة قبلية خرج أكثر من 7000 مختطف وأسير، وهذا الشيء أيضا، لكن نحن نعتبر هذا الشيء أيضا إيجابي. ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بالمواثيق الدولية، مطلوب من الأمم المتحدة تحقق العدالة ولا تنحاز إلى الحوثيون ولا ينظروا بنظرة واحدة ولا بعين واحدة. نحن نريد الأمم المتحدة سلام دائم كما تقول ذلك المواثيق الأممية، لا نريد سلام يحفظ للميليشيات الحوثية حياتهم ويحفظ لهم انتقالاتهم ويحفظ لهم أيضا مكاسبهم. نريد عدالة ونريد أيضا سلام دائم. نريد المتحدة أن تقول دورها الحقيقي، دورها التي قامت عليه تلك القيم السامية، وأن أيضا لا يتعامل مع الميليشيات معاملة منحازة، لأن كثير من الدول اليوم تنظر إلى أن الميليشيات الحوثية هو الأقرب إلى الغرب، وأن ما يحدث من إسلام من حرب هي إسلام سياسي أو إسلام سني متطرف. لذلك هم يحاولون أن يدعموا هذه الميليشيات من تحت الطاولة بشتى الوسائل، يعتقدوا أن الإسلام السني الشيعي هو أقرب للغرب من الإسلام السني. نعم سيد حمران، يعني بعيدا عن الأمم المتحدة وهذا التناغم أو الانحياز، يعني أخلاقيات الحرب بشكل عام، دعنا نتحدث عن هذه النقطة والشعارات الرنانة التي تتصدر شعارات ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسوقها لأبناء الشعب اليمني. أين هي تلك الأخلاق أو أخلاق الحرب مقابل تلك الشعارات التي ترفعها؟ وهنا أتحدث، يعني الصورة باتت واضحة، أسرى الذين خرجوا من سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تعد مخفية، وأثار الإنهاك والتعذيب بات عليهم، وكيف خرج أسرى ميليشيا الحوثي الانقلابية من مناطق الحكومة الشرعية، يعني بقى الصورة ذات يعني فارق واضح. فالحكومة الشرعية ملتزمة بهذه الأخلاقيات، لكن ميليشيا الحوثي الانقلابية ترفعها ولا تعمل بها. ما الذي يمكن أن تحدثنا عن تلك الأخلاقيات التي هبطت من ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ طبعا ميليشيا الحوثية تحاول أن تسوق نفسها أنها ملتزمة بالمواثيق الدولية، ملتزمة بالمواثيق الأمم المتحدة، لديها منظمات وحقوقيون يعملون أيضا في دهاليز الأمم المتحدة وفي مجلس الإنسان لديهم تقارير، ويسوقون الميليشيا الحوثية أنهم ملتزمون ولا يرتكبون جرائم، وكل الجرائم المرتكبة هي من قبل داعش ومن قبل جماعة مسلحة موالية للحكومة الشرعية. وتقول أيضا في تقاريرها أن هناك في اليمن بين هادي وبعض الأحزاب السياسية وجماعة مسلحة، وبين أيضا سلطة الحوثيين وسلطة الواقع في تطبيق وفي تجميل لهذه الميليشيات والشغل الحقوقي أمام الأمم وأمام الأمم المتحدة، في حين أن هذه الميليشيا ترتكب جرائم، بل أنها ارتكبت كل الجرائم التي حرمتها الأمم المتحدة، كل الانتهاكات التي أيضا حرمتها المواثيق الدولية، لم تدع جريمة واحدة ارتكبتها. بالله عليكم، عندما تزرع هذه الميليشيات 2 مليون لقم ولا يوجد أي تنديد بهذا الجانب، عندما تجنن 30,000 طفل، عندما تفجر المنازل، عندما تقوم أيضا بنزوح 4 مليون بسبب وجود الميليشيا الحوثية، عندما تقوم بجبايات كبيرة، عندما تسيطر على المساعدات الإنسانية،
كل هذه الجرائم تغاضت عنها الأمم المتحدة، ومع ذلك هناك تقارير كثيرة قالت أن الميليشيا الحوثية استولت على المساعدات في الجرائم. لكن مشكلتنا أنه في تتداخل السياسة في موضوع القيم الأمم المتحدة، فكثير من التقارير يتم تغييرها أثناء قراءتها أمام الأمم المتحدة. كثير من الدول تتعارض مع هذه التقارير وتقوم تغييرها. سمعت أنا عن هذا الكلام من جمال بن عمر عندما نشاهد تقريره المبعوث الأممي السابق، ثم يقول أنه تم تغيير هذه التقارير، عندما نتفاجأ أن تغيرت. كثير من الدول أيضا تتحكم بهذه التقارير، تتداخل السياسة في العمل الحقوقي والعمل الإنساني وتوقيع هذه الاتفاقيات، وهذا هو الذي أثر على الملف الحقوقي في اليمن. واستغلت هذه أيضا الميليشيا الحوثية أن لديها أيضا حلفاء من تحت الطاولة يعملون على هذه التقارير، وهذا الذي ساعد الأمم المتحدة كثيرا. نحتاج إلى تحرك حقوقي وتحرك دبلوماسي في هذا المجال من أجل فضح هذه الجرائم والانتهاكات أمام العالم وأمام الأمم المتحدة، لأن الصورة واضحة محليا داخل الدولية تحتاج جهد كبير من قبل المنظمات المحلية بالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان، أيضا بالشراكة مع وزارة الخارجية والدبلوماسية الخارجية. فبالتالي هذا التحرك الذي تتحدث عنه سيد حمران بالنسبة للحكومة الشرعية، ما الذي يترتب عليها في هذا الملف تحديدا؟ هذا السؤال أتحدث، ما الذي يترتب على الحكومة الشرعية في هذا الملف؟ الحكومة الشرعية عليها الدور أكبر. أنت تعلم أن مهما عملنا نحن كمنظمات محلية من تقارير وقدمناها إلى مجلس حقوق الإنسان أو قدمناها إلى الأمم المتحدة أو قدمناها إلى اللجان التي تهتم بكل نوع من أنواع الاختطافات، يظل هناك سؤال عالق: أين تقارير الحكومة الشرعية المتمثلة بوزارة حقوق الإنسان؟ ما موقف الحكومة الشرعية من هذه التقارير؟ تقاريركم جيدة، ولكن لماذا لا نسمع الحكومة الشرعية؟ الحكومة الشرعية تسمع لها 70% من في هذا الموضوع، والمنظمة المجتمع المدني أيضا يؤخذ 30% منها فقط. لذلك هناك لابد دور واضح من وزارة حقوق الإنسان. وزارة حقوق الإنسان أيضا إمكانيتهم بسيطة، وليس هناك اهتمام كبير بهذا الملف من قبل الحكومة الشرعية، نظرا لأن هناك تشعبات كثيرة في موضوع المرحلة الاستثنائية التي نعيشها وقضية الجوانب العسكرية والجوانب الإعلامية. يظل الملف الإنساني وملف حقوق الإنسان غير مهتم به، ولا يوجد أيضا دعم كافي، ويحتاج أيضا إلى أن يكون هذا الملف له اهتماماته من رئاسة الجمهورية ومن الحكومة الشرعية وأيضا من وزارة حقوق الإنسان، وأن يكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة ومنظمات المجتمع الدولي. وإلى الآن لا يوجد أي شراكة واضحة مع الوزارة. كنا سنستفيد كثيرا من تسهيلاتها، هم سيستفيدون كثيرا أيضا من التوثيق والرصد. أضف إلى ذلك أن وزارة الخارجية أعتقد لم تستقر كثيرا، دور السفارات اليمنية في الخارج لا تقوم بدورها، بالعكس بعض السفارات تقوم بدور معاكس، بعض السفارات ما زالت تؤمن أنه لا بد من إقليمين، بعض السفراء أيضا لا ما زال أيضا يطرح بعض الأشياء التي هي خارج مخرجات الحوار الوطني وربما تخدم الميليشيا الحوثية. كثير من السفارات لا تعمل بمشروع الحكومة الشرعية وفضح جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية. يجب أن يكون هناك معرض لهذه الانتهاكات في كل السفارات، يجب أن يكون هناك دور واضح بالذات في الدول المؤثرة بالملف الحقوقي، هذا الدور مطلوب من الحكومة الشرعية. نعم سيد حمران، أيضا بالنسبة لما تتحدث به 70% يسمع به المجتمع الدولي عندما يكون مقدم من قبل الحكومة الشرعية و30% من المنظمات المجتمع المدني أو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ويبدو أن الجهات المعنية الحكومية تعمل 30% و70% تعمل ترفع تلك التقارير هي منظمات المجتمع المدني وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. ما هي الأعذار التي يمكن من خلالها
أن تعذر الجهات الرسمية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان وغيرها المعنية برفع من هذه مثل هذه التقارير، ولماذا إلى الآن لم تتفادى كل تلك العقبات حتى تأخذ تلك الملفات مجراها الحقيقي في المحافل الدولية؟ كنت أتمنى أن يكون هناك ضيف من وزارة حقوق الإنسان هو يرد على هذا السؤال، هم المعنيين بهذا الموضوع، هم المعنيين بهذا الرد، لكن هم كما سمعت منهم أن هناك إمكانيتهم بسيطة، أيضا لا يوجد اهتمام واضح بهذا الملف. أضف إلى ذلك أن نحن في مرحلة استثنائية ومرحلة حرب، ربما هناك اهتمامات كثيرة بجوانب أخرى، جوانب عسكرية، ربما جوانب معيشية، ربما جوانب أستاذ عرفات اسمح لي، ما هي الإمكانيات البسيطة؟ ما هي الإمكانيات البسيطة حتى تتعرقل كل تلك الملفات ولا تصل إلى المحافل الدولية؟ هذا ما نسمعه من وزارة حقوق الإنسان، لكن ممكن أن تسمع منهم وأن تكون لديك ضيف اسمي في هذا الجانب. أشكرك جزيلا الشكر السيد عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم مرصد الأحداث. حديث اليوم حول الجريمة النكراء التي اقدمت عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية ووثق نشطاء وغيرهم من المهتمين في الجانب الحقوقي والإنساني تلك الجريمة لقتل 10 أسرى حرب للجيش الوطني، ونكلت أيضا ببعض تلك الجثث. حول هذا الموضوع كان رأي للشارع اليمني، دعونا نستعرض آراء المواطنين حول هذه الجريمة. القرم الذي ما يشره الميليشيات الحوثية لا يتماثل ولا يتناسب مع أي ديانة، رغم أن أسراهم تعامل في الشرعية بضمير إنساني وضمير حي، إلا أن الذي نتفاجأ به خروج أسرانا من عندهم وهم فاقدين وعيهم، وبعضهم مشلول وبعضهم مجنون، وبعضهم من نتيجة تعذيبهم للأسرى والمختطفين. ميليشيات الحوثي من تعذيب للأسرى، فهذه أعمال عدائية لا يجوز أن يقوموا بها بسجن في سجونهم أو أعمال فيقوموا باحترام الأسرى. كذلك أسرانا التي لدينا هم من أسرى يعني من جبهة، بينما الأسرى الذي لديهم مش أسرى، هم مختطفين من الطرقات والبيوت. بالنسبة للأسرى والمختطفين الذين تختطفهم الميليشيا الحوثي الانتقامية والإرهابية والإجرامية لأخواننا المختطفين والأسرى الذين ينالوا التعذيب داخل سجون الميليشيات الحوثية، من التعذيب حتى الموت والاختطاف قهريا جسريا، يأخذوهم من بيوتهم من بين أبنائهم من بين نسائهم من بيوتهم وهم آمنين، يختطفوهم تحت السجون المظلمة تحت التعذيب القاهر. الأسرى حق الشرعية الذي يتم التعذيب لهم بالكهرباء وبالماء الحامي، ولا يمكن من الحوثي إلا أنه يعذبهم ويهين كرامتهم ويعني يدخلهم في ضقاطات حتى أنهم يقولوا كلام ما ليس واقعي وليس منطقي. أين هي المنظمات في ظل غيابها؟ لماذا غيابها؟ حقوق إنسان، لماذا سميت حقوق إنسان؟ لكي تحمل إنسان أو تتركه للتعذيب والهوان والخطف والاستبداد؟ نبدأ من حيث اختتمنا هذا الرأي الذي يتساءل أين دور وزارة حقوق الإنسان، وربما نجد الإجابة مع عصام الشاعري مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان وهو معنا عبر الهاتف. أسعد الله مساءك أستاذ عصام. أهلا وسهلا فيك. أهلا ومرحبا بك، ربما استمعت إلى آراء المواطنين وآخر رأي كان يتساءل أين دور وزارة حقوق الإنسان، وهذا ما نسأله لك أستاذ عصام عن دور الوزارة في هذا المجال، خصوصا بأن الانتهاكات متزايدة وأن هذه الجريمة يعني معروفة في القانون الدولي والإنساني مجرمة ومحرمة، وما قدمت عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية بقتل 10 أسرى حرب تابعين للجيش الوطني يعني أعمال مشابهة لتلك المنظمات والجماعات الإرهابية. صحيح، طبعا دور وزارة حقوق الإنسان يبتدأ في من خلال أولا عملية الرصد والتوثيق، ثم عملية المطالبة
الأسرى، وكذلك ثم تسليط الضوء عليها لدى صناع الرأي وصناع القرار والمنظمات الدولية المختصة والمهتمة بحقوق الإنسان. طبعا هذا الجرم في إعدام الأسرى تزايد في خلال عام 2020 وأصبح وزادت في وتيرتها في الآونة الأخيرة. شهدنا الكثير من عمليات الإعدام سواء كانت في مناطق محصن في دمت الضالع أو كذلك في البيضاء والجوف وغيرها من عمليات أسر جنود تابعين للجيش الوطني ثم عملية تصفيتهم. هنا هذه الجريمة الكبيرة المنافية للقانون الدولي الإنساني تتحملها ميليشيات الحوثي ومنظمات الدولية تجرم باستمرار هذه الميليشيات. طبعا رفضنا في وزارة حقوق الإنسان أكثر من 250 عملية تعذيب داخل السجون للأسرى أدت إلى وفاتهم. هناك عمليات أكثر من 1000 حالة تعذيب في سجون الميليشيات. طبعا محافظة دمار هي الأكثر من ناحية السجون السرية وعمليات التعذيب التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإجرامية، وكذلك هناك عدد من السجون السرية في صنعاء وتعز وغيرها من المحافظات يجري خلالها تعذيب الأسرى بشكل وحشي وإجرامي وبعمليات بشعة تقوم بها هذه الميليشيات. نحن في الوزارة ناشدنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وكذلك لجنة فريق الخبراء المعني باليمن في وفق قرار مجلس الأمن 2140 لجنة العقوبات، وعملنا أشخاص ممن يمارسوا عملية التعذيب ورفعنا بالأسم هؤلاء المجرمين الذين يقوموا بممارسة التعذيب وأماكن التعذيب. لكن ميليشيات الحوثي لجأت في الآونة الأخيرة إلى عملية إعدام عن طريق التعذيب أو عن طريق الرمي بالرصاص حتى الموت بعد الأسر مباشرة. هذه الجرائم الوحشية هي تضاف إلى سجل ميليشيات الحوثي في عمليات الإجرام سواء كانت في عمليات تجنيد الأطفال أو زراعة الألقام أو قصف المناطق السكنية بالصواريخ وغداء في الكاتيوشا وغداء في المدفعية. وبالتالي هذه الجرائم مجتمعة جعلت من هذه الجماعة جماعة إرهابية تتساوى في أفعالها وأعمالها مع القاعدة وداعش. نعم سيد عصام، تحدث عن مناشدات دولية من قبل وزارة حقوق الإنسان لتلك الجرائم، ماذا عن ردة فعل المجتمع الدولي؟ طبعا هناك تم فرض عقوبات على عبد الملك الحوثي وهو الرجل الأول في ميليشيات الحوثي وكذلك أبو علي الحاتم، ونحن نتوقع خلال الأيام القادمة دخول شخصيات وقيادات حوثية إلى لجنة العقوبات الدولية، ونحن نطلع بأن تقرير القادم سيدخل عدد من هذه القيادات بينهم سلطان زابن الذي يقوم بعمليات وحشية تجاه النساء في صنعاء وعمليات الاعتقال، وكذلك أتوقع أن يكون هناك أكثر من شخصية مارست التعذيب بحق الأسرى في السجون، ونحن سنواصل هذا العمل حتى يتم ملاحقة هؤلاء المجرمين في القضاء اليمني. وفعلا هناك عدد من الملفات سلمت إلى المحاكم الجزائية وتم تجريم عدد 36 شخص من هذه القيادات وبارتكابهم أعمال جسيمة بحق اليمنيين. أصم يعني هذه العقوبات، هل تعتقدون أنتم بوزارة حقوق الإنسان خطوة فعالة لوضع حد مثل هذه الانتهاكات؟ هي خطوة أولية، ولكن يجب ملاحقة بعد عمل العقوبات يجب على المجتمع الدولي أن يلاحق هؤلاء المجرمين وتسليمهم للقضاء والعدالة لينالوا جزاء ما عملوه من جرائم بحق اليمنيين سواء بعمليات التعذيب الأسرى أو عمليات اجتياح المدن واختطاف السياسيين وملاحقة الإعلاميين والنشطاء. وبالتالي نحن سنكثف من عملنا خلال هذه الفترة حتى يتم تحويل هؤلاء المجرمين للعدالة، لأن السكوت عنهم وعدم توجيه الاتهام بشكل مباشر من المجتمع الدولي يشجع هذه الميليشيات على ارتكاب المزيد من الأعمال، وبالتالي يكون المجتمع الدولي مشارك في هذه الأعمال العدائية التي يقوم بها الحوثيين. لذلك
إذا أراد المجتمع الدولي أن يحد من انتهاكات حقوق الإنسان هناك أمرين. أولا أن يوجه الاتهام لهذه الميليشيات وبالاسم وأن يساعد الحكومة على ملاحقة هؤلاء المجرمين، وثانيا أن ينهي الانقلاب، لأن بانتهاء الانقلاب حتخف هناك الانتهاكات وحتعود الدولة لممارسة مهامها وحماية الإنسان في اليمن. سيد عصام، 6 سنوات وربما أنت مسؤول على المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، سؤال وأود الإجابة بكل وضوح وبكل صراحة، كل تلك التقارير التي رفعت إلى المجتمع الدولي بشكل عام وما تم رصده، هل تم إنصاف أي قضية من القضايا التي رفعت إلى المجتمع الدولي؟ طبعا أنا لا أخفي عليك، وطالما وأنت بحثت عن إجابة بشكل واضح أقول بأن هناك لوبي إيراني مدعوم من عدد من الدول والحلفاء قاموا بعملية تشويه للحقائق وتضليل المجتمع الدولي. واجهنا هذا عملية التضليل، ثم اتضح للمجتمع الدولي كم حجم التضليل الذي مارست هذه المنظمات وهذه اللوبيات التابعة لإيران. وبالتالي نحن في هذا الإطار استطعنا أن نبذل الكثير من الجهود، وكان آخرها عمليات التبادل، وقدمنا الكثير من التنازلات في الحكومة لأجل إنجاح هذه الصفقات، وعلى الرغم بأن أغلبية من تم الإفراج عنهم هم من السياسيين وكذلك المدنيين، ولكن نحن سنواصل هذا المشوار حتى يخرج كافة الأسرى من السجون الحوثية. طبعا الإنصاف لهؤلاء الضحايا هو بتحرير كافة اليمن، وبالتالي إنصاف الضحايا هو بإنهاء هذا الانقلاب والتمرد الإرهابي الذي قامت به هذه الميليشيات الحوثية والإرهابية. ونحن سنسعى إلى الكشف عن كل عملية إجرام. تتعاون معنا بعض البعثات وبعض السفراء الدول، ولكن ليس بذلك الحجم الكبير الذي يسلط الضوء على هذه الانتهاكات. وبالتالي هي دعوة هنا لكافة سفراء الجمهورية والبعثات أن يساعدوا في نقل هذه التقارير وإيصالها إلى المنظمات الدولية والمشاركة في المحافل والآليات الدولية والمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. يجب أن يكون ملف حقوق الإنسان أحد الملفات الهامة في وقت الحرب، ولكن يعني لست راضي على كل ما يتم، لكن نريد أن نحث هذه الجهات المساعدة أن تساعدنا في إيصال هذه كافة هذه الحقائق، وأن يكون هناك يعني توجيه كبير من سواء كان من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء بشكل واضح بمساعدتنا. كنا نبذل جهود بما نقدر وما نستطيع عليه، ولكن نتمنى أن تصل هذه الرسالة، لأن هذه الملفات ومناشدات المدنيين ومناشدات أسر الضحايا كبيرة، وهذا الملف كبير لا يمكن تتحمله وزارة حقوق الإنسان وحدها، ولكن يجب أن يتم مساندتنا وتوفير المساعدات سواء كانت يعني في إعداد التقارير وكذلك حماية المدنيين وتقديم العون لأسر الضحايا ومساعدتهم، أو عن طريق إيصال هذه الرسائل عبر البعثات والتعاون معنا في تنظيم هذه اللقاءات سواء كانت من الخارجية وغيرها. وصلت الرسالة. سيد عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير بوزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدي الكرام، انتهت حلقة اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.